في اللوجو بتاع المتحف. احنا يا جماعة بلد الفن والحضارة والتاريخ، وبالتالي الناس حساسة جدا. زي ما الناس شافوا انه بدل المنتخب لم تكن مناسبة او لائقة بشكلنا، يعني خاصة ان احنا الناحية الجمالية عندنا لا، لازم نهتم بيها. بلد الجمال في الطبيعة، في التاريخ، في الحضارة، بلد المواهب الفنية المختلفة. فمش ممكن كمان لوجو المتحف نعمله بشكل يعني وحش، أو حتى عليه انقسام، بلاش أقول وحش يعني لوجو. وبعدين المتحف الكبير كمان، المتحف لازم أقعد أشوف إيه اللوجو المناسب والملائم. أهو ده طبعا عامل صدمة كبيرة عند الناس، لأنه يعني بيفكرنا بكراسات رسم الأطفال زمان. يعني مفيش فيه الناحية الجمالية، مفيش فيه الإبداع. يعني خلينا ياخد الأستاذ علي أبو تشيش، وهو متخصص في الآثار. يا أستاذ علي أهلا بيك، أهلا بحضرتك يا أستاذ وائل بيستوي المشاهدين. أهلا بيك. ايه اللي ازعجكم في اللوجو بتاع المتحف؟ أولا اللوجو يا أستاذ وائل تحس إن هو خالي من أي إبداع يليق بالحضارة المصرية القديمة كلها. تاني حاجة تكلفة اللوجو 800,000 جنيه، فأنا عايز أعرف إيه ده 800 ألف ب 800 الف جنيه ده؟ ب 800 ألف جنيه. تخيل يا أستاذ وائل، يعني لهذا الحد إحنا وصلنا إن إحنا ما عندناش فنانين على أعلى مستوى تعمل لوجو؟ نروح لألمانيا عشان تعمل لنا لوجو ب 800 ألف جنيه؟ فأنا عايز أعرف مين اللي ورا كده، ومين المسؤول الأول عن هذا الموضوع؟ طيب قول لي، ما اخسكوا ايه الفنية عليه؟ هو خالي من أي حاجة، هو يعني أنا حاسس هو المفروض إن المشرف العام على المتحف المصري الكبير بيقول إن فلسفة اللوجو جاية من اللون البرتقاني، لون أشعة غروب الشمس. احنا بلد شروق الشمس وليس غروب الشمس، احنا الحضاره، مصر اللي اشرقت بنورها على العالم كله، مصر لا ويب ان راع ام بيت ام كمت الذي تشرق في مصر الاله راع. نقول ان احنا ارض غروب الشمس؟ والمشكله الاكبر يا سؤال ان احنا نلاقي اللوجو متاخد من شركه في ايرلندا، الشركه دي من 1968. احنا دلوقتي بصدد ان اللوجو متطابق ب 100%، اذا هو ما فيهوش اي نواحي من الابداع، هو متاخد ايضا من ايرلندا، متاخد منين؟ من بلد اسمها ايرلندا، من مسرح فيلم الملكة عام 1968، واللي عمله واحد لبناني هولندي. انت عندك اللوجو بتاع ده. بعته لحضرتك. فيلم الملكة. بعته. طيب بحاولوا طلعوا، انت بعته يا لي. ريت. يا فندم. طيب هنحاول نطلعه دلوقتي. انا عايز بس سؤال اقول ان احنا عندنا الفنان فاروق حسني عامل لوجو غايه في الروعه، ليه غيروا اللوجو؟ ومين المسؤول؟ ومين اللي ورا ال 800 الف جنيه؟ انا اعتقد ان ده اهدار للمال العام. وليه ما عملناش مسابقه مصريه؟ احنا عندنا اساتذه بفنون جميله تعمل لوجوهات، وممكن المسابقه تتعمل ببلاش والناس بس تكتب اسمها ان هو صمم لوجو لاعظم حضاره في العالم. ما انا الحقيقه مندهش، يعني لان احنا عندنا مبدعين كتير. طبعا الفنان الكبير فاروق حسني يا استاذ وائل عامل لوجو الثلاث اهرامات، اعظم حاجه في مصر الهرم والنيل، ضممهم في اللوجو، واللوجو هو عنوان الحضاره المصريه، عنوان المتحف، عنوان الحضاره المصريه القديمه قدام العالم. هذه حاجه فارغه من الابداع ومن كل مقاييس الجمال، ونقول هو ده اللوجو ونعمل مؤتمر صحفي؟ اصبحنا اضحوكه العالم يا استاذ وائل. طيب دلوقتي اللوجو ده يعني ايه ال 800 الف جنيه مدفوعين في ايه؟ في اللوجو، في تصميم اللوجو، التصميم بس. في التصميم بس 800 ألف جنيه، وصرح بذلك المشرف عام على المتحف المصري الكبير في اليوم السابع إن اللوجو ب 800 ألف جنيه. أنا في أكتر من 500 واحد كلموني قالوا إحنا على استعداد نعمل لوجوهات وتجيب لجنة تحكم لنا من غير ولا مليم.
طبعا مسألة لا غريبة أستاذ، شوية. لازم يتحقق في الموضوع ده. وليه احنا بندمر رموزنا؟ ليه بندور على الاجانب؟ احنا عندنا مبدعين، عندنا اساتذه في كليات فنون جميله، ليه بندمر كل ما هو جميل في هذا البلد؟ نفسي اعرف بس مين المتسبب ان هو يدفع 800,000 جنيه، ليه 800,000 جنيه؟ بشكرك. كنا طبعا نتمنى تعليقا منهم، لكن وجدنا ان تليفوناتهم مغلقة لغاية ما نحاول نوصل لهم نشوف هل ده اولا لوجو يليق بالمتحف الكبير ولا لا، وبعد كده لو هو لا يليق طيب ليه تكلف هذه الاموال؟ ده السؤال التاني. السؤال التالت، طيب ليه ما نعملش حاجة تليق واحنا عندنا مواهب ومبدعين في هذه